بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات منوعات رحالة. احنا ان شاء الله في قائمة تشغيل اسمها صيادين رحالة. الفيديو اللي فات طبعا زي ما انتم شفتوا مع مشرف عبد شكور جرى ريقنا على المية الجديدة اللي هي مية الخيول، فهو الراجل دعاني وانا قلت نجرب برضو ايه يوم كده قبل ما نقلب على شغل الايه شغل المالح. فانا هنحكي لكم التجربه بتاعتي. بص يا جماعه، احنا هنا في مرامي بتاعت اخ اسمه حسن، هو واقف قدام مني. انت رقمك كام عم حسن؟ 010 250 639 608. عم حسن هو فاحت المرامي ديت، وهو يعتبر بيأجرها للصيادين، بياخد مبلغ رمزي كده يعني مثلا 15 20 جنيه على حسب يعني. تجربتي النهارده يا جماعه على الميه ديت، الميه دي ما بتحتاجش غله كتير، بترش شويه غله كده صغيرين وترفع المرايه قدر المستطاع، بتنطور طبعا شويه في القلبيه. انا كنت شغال بخيط 25 رمال 15 سنار 4. الميه يا جماعه عايزه اللي فايق له، لان بيجي لك غمزات محترمه خالص ممكن تضيع فيها سمكه محترمه لو انت ما انتش فايق. النهارده انا ضيعت سمكه او سمكتين وضيعت غمزات كتيره خالص. فده الدور اللي انا كنت قاعد فيه يا جماعه. انا اترضيت يعني، بس ضيعت سمك كبير والله وضيعت غمزات اكتر. دي التجربه بتاعتي يا جماعه على المايه الجديده اللي هي مايه الخيول، عشان اللي حابب يجربها يبقى عنده خلفيه. كان معاكم طبعا اخوكم سامح الخوالقه، تحياتي ليكم. ما تنساش طبعا تعملوا لنا لايك لو عجبك الفيديو، لو ما عجبكش طبعا ما تعملش حاجه، واشترك عندنا في القناه. اتمنى لكم مشاهده ممتعه. كيلو 45 صحراوي. المايه دي يا جماعه في الكيلو 45 صحراوي. احلى تحيه يا جماعه من اخوكم سامح. نعمل المرايه بتاعتنا. طبعا في ناس بتنزل على المياه دي بمراية تقيلة، انا مش من هواة المراية التقيلة. نحب ايه نفضل نرشرش كده ايه طول اليوم غلة عشان نعمل دوشة في الدور. ربنا كريم ان شاء الله، لو استفتحنا بحاجة هنصورها لكم ان شاء الله. ربنا يقدرنا نقدر نصور مباشر ونقدر نعمل فيديو يليق بحضراتكم. خليكم معانا. اللهم صل على النبي. يا جماعة أنا شغال بخيط 25 والرمال 15، فلازم نتأنى على السمكة عشان الخيط ما يقطعش مني. يا رب يا هادي. يا رب يا كريم.
صباحكم زي الفل يا رجاله. صباحكم وارد ان شاء الله. ايه يا حبيبي؟ لا تمام، اصل صغيره. ايوه تمام، ربع. صباح الفل يا رجاله، احلى تحيه. معلش يا جماعه ما عرفتش نضربها مباشر. بسم الله ما شاء الله، سمكه مدوره اهي جميله فيها الربع ان شاء الله، والله كريم ان شاء الله، يومنا جميل بيكم. تحياتي ليكم يا شباب. الخيول يا جماعه اللي هي المايه الجديده، مايه الصحراوي مع الحاج اشرف عبد شكور. احلى تحيه لاحلى شباب، ويومنا جميل بيكم ان شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله. اللهم صل على النبي. تعال يا بطه، تعالي تعالي، انا مستنيك من بدري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله حته حلوه يا جماعه، يعني تقريبا داخله في الربع اهي، البركه على كف الايد اهو. ان شاء الله يومنا جميل يا جماعه، ربع ان شاء الله. خليكم معنا. طبعا يا جماعه دي كانت في الاستباحه، وخلي بالكم الاستباحه بتبقى حلوه خالص، ولكن للاسف ضيعت بتاع ربع ساعه في العده دي، عقبال ما سلكتها اضطريت ان نقطعها ونعمل عده جديده. بص يا جماعه، ده سمك اهوت على البركه. طبعا في اللي قدرت نصوره مباشر، وفي اللي ما قدرتش نصوره. انا حبيت بس نوريه لكم برضو عشان تبقوا ايه التجربه كده بكل مصداقيه. يعني هو السمك خشن، يعني على البركه، عايز تقليه تقليه، عايز يتشوي تشوي. المهم يا جماعه، المايه دي عايزه المركز، عايزه حد يكون نايم ويكون مركز لها خالص، ويخلي باله من كل غمزه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للرمال، الخيط اللي هترمل بيه مثلا خلي طوله ما يعادل مثلا ايه 40 35 سنتي. يعني هتقطع حته مثلا 40 سنتي وترمل منها السناريه،
وبترفع بقى قياس النار عن التاني، يعني في الاخر هتخلي مثلا فرد 25 وفرد ايه 35، ما يعادل يعني. احنا بنحطه طبعا بلية على الريشة، بلية صغيرة على الريشة او على الغماز، فمستحب ان الرمال يكون قصير بحيث ان السمكة لما تشد ما يبقاش معاها طول تاخد وتدي فيه، يعني تهز على طول البلية او الغماس وتقوم تبان معاك الضربة بتاعتها، تقوم تضربها على طول، لان زي ما انتم شايفين المية ايه، المية سريعة خالص. دي الحكمة من الرمال الايه، من الرمال القصير. المعلومتين دول بس عشان تبقى التجربة ناجحة يعني، والفيديو يكون فيه هدف. تحياتي ليكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا معايا غمزة بقى، لو جات هنبقى نصورها، ما جاتش خلاص.